دكتور مايكل، يعني 2021، 2022، 2023، 2024 كلها أرقام. هاي الأرقام ممكن تختلف على شخص تاني، ولكن في أزمات بنمر فيها، في تحديات بنمر فيها، في سنة كاملة بتختلف، في سنة بتأخذ من عمرنا. كيف نحن بدنا نتعامل مع السنوات، وكيف بدنا نبلش هاي السنة لنغير من شخصيتنا ونحقق هدف من أهدافنا الكتير اللي بنحطها على ورقة بداية كل سنة؟ هذا أول سؤال ده. يعني هو أنا فعلا لو أنا مش مركز وعايش الدنيا كده وخلاص، فهي مش تفرق معايا 21 22، هي كلها أرقام بتتغير أو كلها شهور بتتغير وخلاص يعني. ويمكن يعني أكتر حاجة أنا محتاج أكون مركز عليها في الأول هي فكرة البليفز أو فكرة المعتقدات الموجودة في دماغي. يمكن يعني في دكتور مشهور كده في علم النفس يعني كان اسمه أيزنهاور، عمل حاجة كده اسمها البليف سيستم، أو اللي هو إزاي إحنا أصلا بنكون معتقدات. ويمكن برضو ده ضمن السؤال بتاع حضرتك في الاول، اللي هو الحاجات او ازاي بتيجي بشكل ايجابي. احنا بيكون جوانا بليفز كده معينه او شويه معتقدات بتخلينا نعمل شويه حاجات في حياتنا، والحاجات دي نتيجتها تؤكد هذه المعتقدات. بمعنى لو انا شايف مثلا دلوقتي ان السنه الجديده دي او الحاجات اللي انا بعملها في السنه الجديده دي هي ما لهاش لازمه، وان مش لازم يعني احط خطط او اهداف او الحاجات دي كلها يعني تضيع وقت وخلاص يعني، وكده كده انا هوصل للي انا هوصل له في حياتي من غير ما اخطط ومن غير ما اعمل اي حاجه. البليف ده في حد ذاته، هذا المعتقد يعني، هيطلع افكار زي مثلا ايه، طيب ما بلاش تعمل حاجه، ما بلاش تروح تشتغل على نفسك، ما بلاش تاخد الكورس ده وتتعلم حاجه او تقرا الكتاب ده او تشتغل على اي حاجه. وكنتيجه على الكلام ده هفضل واقف في مكاني، ولما افضل واقف في مكاني كل الكلام ده هيخليني يعني ياكل اللي هو حاله الامان اللي بيحكوا عنها، الاستقرار، الامان، انه انت ما تشتغلش، ضلك مرتاح، ضلك قاعد. وهي اللي بيقودها فكره وجود العقل الباطن بالزبط. وكيف احنا ترجمنا بدون وعي بالضبط. فخلينا نحكي عن هاي النقطه بالذات، كيف نقدر نغير العقل الباطن، وهل بالفعل هو اللي بتحكم بعقلنا الطبيعي وحياتنا؟ هو العقل الباطن هو اصلا هو سبب البليفز دي اصلا، يعني هو سبب المعتقدات دي. المعتقدات دي مين حطها جوانا يعني، او عايشه جوانا ازاي؟ هو عايشه بسبب العقل الباطن يعني. وعلى حسب يعني كلام دكتور دانيال كانيمان اللي هو كاتب كتاب اسمه Thinking Fast and Slow، او التفكير بسرعه وبطء، احنا يومنا الطبيعي انا ماشي فيه الاويرنس الطبيعي بتاعي هو 5%، انما في 95% من الحاجات اللي انا بعملها في يومي انا بعملها بالسب كونشس، بس بالعقل الباطن. يعني انا ممكن اكون بسوق من مكان للتاني وانا مش واخد بالي سرحان بالظبط، ولا واخد بالي من العربيه، ولا واخد بالي من الطريق، ولا واخد بالي من اي حاجه، هو العقل الباطن بس ماشي صح تمام. و5% بس في اليوم بتاعي انا مركز انا بعمل ايه، او مركز يعني هو انا عايز اوصل لفين، او مركز انا برد ازاي حتى تمام. فدي القوه بتاعت العقل الباطن بتاعتنا، اللي هو في 95% من طاقتي انا بشتغل فيها عشان انا بس متبرمج ان انا اعمل كده، او متبرمج ان انا احس بكده، او متبرمج ان انا ده الفعل المناسب لاي حاجه. طب كيف بدي اطلع من مساحه الامان، الكومفورت زون قصدك صح، اللي هو يعني محتاج اللي هو ازاي اطلع واعمل حاجه مختلفه. هو الموضوع كله بيبتدي يتحدى بس ان انا اتحدى فكره الافكار اللي بتيجي هنا. احنا كل واحد فينا يعني بيتعرض لاي موقف او بيحصل له اي حاجه بيرجع يقيسها على الخبرات اللي حصلت له قبل كده، وبيرجع يقيسها على احلامه، وبيرجع يقيسها على هو نفسه يعني او شايف نفسه ازاي في المجتمع. وده كله بيسموه RAS او Reticular Activating System، كان كل واحد ماشي قدامه فلتر كده زي فلتر الكاميرا كده، وكل واحد ماشي قدامه فلتر، فكل حاجه بتحصل لي انا برجع اقيس على الفلتر اللي انا عامله لنفسي. عشان كده مثلا ممكن واحد يسمع حد مثلا يقول له ايه انت كويس في 1 2 3 بس محتاج تطور في نفسك مثلا في الجزء الفلاني، واحد تاني يسمع نفس الكلام بس الاولاني يقول انا كويس، والتاني يقول لا ده كان معانا الكلام ان انا كنت وحش. فاللي حصل هنا ايه، هو في فلتر بس خلى كل واحد يستقبل الموضوع بشكل مختلف. الفلتر ده هو العقل الباطن بتاعه اللي هو الار اس يعني. عشان كده مثلا في حاجه اسمها البرمجه، مثلا لما يجي يقول لك مثلا في حاجه اسمها البرمجه العصبيه مثلا، اللي هو ازاي طيب ابرمج الفلتر ده ان هو يستقبل الحاجه اللي تفيدني. اعمل الكلام ده ازاي؟ 3 حاجات محتاج اشتغل عليهم في الاساس. اول حاجه خالص الفاليوز بتاعتي، انا عايش ليه، ايه هدفي من الوجود، القيم بالظبط، القيم بتاعتي تمام. ممكن تبقى بالنسبه لواحد العيله، ممكن واحد تاني مثلا بالنسبه له الشغل، ممكن حد تاني مثلا بالنسبه له التطوير، واحد تاني بالنسبه له الراحه والاستجمام تمام. مش شرط يعني ان القيم بتاعتنا كلها تتلاقى، بس المهم جدا ان انا اكون عارف انا عايش ليه اصلا، وايه القيم اللي بتحركني، وترتيبها ايه في حياتي، لان ده هيرسم لي سنه اولويات تمام. بعد ما القيم دي بتكون موجوده محتاج ارسم لنفسي الفيجن بتاعتي او الرؤيه بتاعتي، ودي الحاجه اللي احنا المفروض نكون بنعملها في اول السنه. انا المفروض اكون بتحرك من نقطه لنقطه تاني، وعشان عشان اوجد هذه النقطه لازم اكون شايف فيجن كده، لازم اكون شايف رؤيه، اكون عندي هدف بس اسعى ليه بالظبط.